عندي ألف خير مع بداية هالنهار، ودعوة لكل يلي عم بيتابعونا أنه يكونوا معنا اليوم بعالم الصباح. طبعا حتى لو كان بداية ويك أند ومشاريع كتار بانتظار، كون إن شاء الله كلها تكون مشاريع حلوة. سبت وأحد خصوصا أنه التأس رجع شوي دفى وبيبشر بأنه يقضي يعني أوقات كتير حلوة، إن كنتوا رايحين بحر أو حتى جبل. هذا التأس بلبنان، هذا يمكن يلي بيشفع بلبنان هو تأسه الحلو يلي دغري بيرجع بياخد محله خصوصا بوقت الربيع. اليوم بعالم الصباح الشيف فيصل رح بيكون معنا حتى يرافقنا لغاية الساعة 1. صباح الخير. صباح النور غادة. اشتقت لك. نحن بالأكثر، من زمان ما طلعنا سوا. ايه صحيح. رواق. عنا كتير اشياء بدنا نحضرها. عنا ريسبيات كتير حلوة، بما انه موسم فريز اليوم رح نعمل شيء سوب فروزن بالفريز، ورح نعمل باينابل ستروبري ابسايد داون كيك كمان. واو، كمان وصفات كتير حلوة. ما تتكل علي انه انا اعمله ابسايد داون. بدك تساعديني هلا. اليوم سؤالنا على الفيسبوك، اذا حابب كمان تشارك فيه تعطيني رايك، شو هي الغنيه المفضله عندكم يلي بتخليكم تشعروا بالسعاده، او حتى بالعكس يعني وقت تكونوا مبسوطين شو الاغنيه اللي هيك بتغنوها او بتدندنوها مثل ما نحن بنقول عاده؟ عندك اغنيه مفضله؟ طبعا اكيد، بس يوعى الصبح الواحد بده يسمع للسيده فيروز. فكل اغانيها يعني واحد او اي اغنيه بسمعها، اغنيه بسمعها الصبح الانسان بضل يرددها كل النهار كل النهار، تخليك تشعر بالسعادة. يا ريت تشاركونا اذا بالاجابات عبر الفيسبوك على هالسؤال هيدا يلي مخصصناه لليوم. قبل ما ننتقل ونشوف شو هي فقراتنا لليوم، بدي اذكر كل المشاهدين يلي حابين يشاركوا كندا بفقره ارض وورد، وبالتحديد بالمسابقه يلي اطلقتها من فتره والها علاقه باجمل شرفه، كيف انتم حاطينها، شو حاطين عليها من نباتات زهور مزينين وغيرها، انكم تبعتوا الصور على الايميل الخاص بفقره كندا ardoward@future.com.lb. وما بقى في كتير وقت للي حابين انهم يشاركوا، ضروري انكم تبعتوا اذا هالصور هاي، لحتى بعد شوي رح بيصير في لجنه حكم تختار احلى صوره او اجمل شرفه بالنتيجه، ورح بيكون في جوائز كتير قيمه بانتظاركم. انما اليوم شو ناطرنا بعالم الصباح، خلينا نشوف سوا. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، شو هي وصفة السعادة مع ميلاد بما بدها هالقد، آخر أخبار التكنولوجيا مع عامر بآي نو، بلا جمرك فقرة مخصصة لتكون مساحة حرة للتعبير عن أفكاركم، الحلو بلبنان لأنه حابين نشوف العصافير بالطبيعة، نشاط توعية لحماية الطيور بجبال سليك، وغيرها من الأغراض الجديدة نتعرف عليها مع دومينيك بتيفي شوبينج، قاطع الشهية الطبيعي فيا لاين مع جمال الديك. ضيفتنا بتعرفنا على مجموعة باتشي للأعراس لصيف 2014، ورشة ملح مع الشيف فيصل على ستروبري باينابل أبسايد داون. محطتنا الأولى الصباحية اليومية مع كارمن والأبراج، منتابع سوا. اليوم السبت 10 ايار مايو، اليوم القمر بعده مرافقنا من برج ترابي برج العذراء، والاجواء بعدها جيده جدا للابراج الترابيه العذراء الثور وايضا لمواليد برج الجدي. كيف رح بيكون هالنهار كل الابراج؟ نبدا مع اول برج الحمل. بالنسبه لك الضغوط بعدها موجوده، لكن اليوم هيدا نهار بتكسب فيه اذا انت حطيت مجهود او جهد اضافي، هيدا نهار تهتم فيه بصحتك ايضا، وحابب ايضا تهتم بامورك الروتينيه يلي معقوله تضطر الى بعض التوظيفات وصرف الاموال. الاكثر حظا اليوم هو مولود 27 ل 29 اذار مارس. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور من أجمل الأيام وأفضلها، خاصة لحتى يكون في مواجهة أو تسوية عاطفية عائلية أو رومانسية، من الأيام الإيجابية الحلوة جدا يلي بتتسهل فيها أمورك حتى دراسيا واجتماعيا ومهنيا، من الأيام الرائعة وبيبقى الأكثر حظا 3 4 و 5 أيار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. من الأيام المتعبة لمولود برج الجوزاء عاطفيا وعائليا وشخصيا، في هم مهموم ومضطرب، وهالامور هيدي كلها بكره بتبطل، بتصير بخبر كان، ما بتعود تفكر فيها، لذلك ما تقوم بخطوه تندم عليها في اليومين المقبلين، انتبه لصحتك ولعائلتك ولاستقرارك، وترك الامور تمرق مرور الكرام. بيبقى المولود الاكثر تعبا اليوم هو مولود شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان.
مولود برج السرطان نهار عاجق، نهار عاجق عليك، في عجقة يمكن تواصل مع الآخرين، معجوع عندك دروس كتيرة، هومورس كتير، واجبات مدرسية، دراسية جامعية، اليوم يمكن يكون في لقاءات عديدة أو لقاء واحد بالشغل بتحسه إنه أخذ منك كل النهار. النهار عادة مثل تحت هيك ظروف فلكية بتخليك تفكر كتير، تحس حالك إنه راسك تعب قد ما عم بتفكر وتحلل. جميع الأحوال نهار منتج، نهار بناء، وبعتبر الأكثر حظا 7، 8، و9 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد، حاول ما تلعب على الحبلين، حاول تضلك واضح بقراراتك بتصرفاتك، حاول انك تحافظ على الصورة الجيدة الآخرين يمكن عندهم إياها، وإذا عندهم صورة منا جيدة عنك حان الوقت اليوم تحديدا لحتى تشتغل عليها وتغير الانطباعات. نهار بيحمل مكسب لإلك، هو نهار تقييم، فخلي هالتقييم يكون إيجابي، والأكثر حظا اللي بيربح كتير اليوم أكثر من غيره 6، 7، و8 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. لأنه القمر ببرجك مولود برج العذراء، صار لك يومين عم بتشكل أو عم بتختلق شيء جديد، عم تخترع شيء، عم تتفلسف أو بدك تودع شيء وتبدأ شيء جديد. المشروع يلي ما انطلق بهاليومين الماضيين معقول ينطلق اليوم. صفحة جديدة، قرار جديد، خطوة جديدة بتقدر تقوم فيها اليوم وتنبسط ويكون بالك مرتاح. نهار بكيفك جدا جدا، تحس حالك أنه عندك ديناميكية كتير قوية وقادر تعمل اللي بدك إياه. والأكثر حظا رح بيكون مولود 5، 6 أيضا 10 ل 14 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. بكرة التغيير أفضل، اليوم ما تعمل شيء، اليوم نهار بزهق، اليوم نهار محبط، اليوم نهار متعب، نهار يمكن حتى يكون فاشل وفارغ من أي حماسة، من أي جواب، حتى يمكن اليوم تكون الإجابات بالنسبة لك سلبية، لذلك ابتعد عن الأضواء، ما تخلي حدا يشوفك، بمعنى أنك تضبضب وحاول ما تسرع الأمور لأنه بتطلع سلتك فاضية، وانتبه على أمورك الصحية خاصة إذا كنت من مواليد 2 ل 5 أكتوبر تشرين الأول. منكمل مع برج العقرب. نصيحة فلكية، ما تترك أمر مهم سواء كان شغل، مدرسة، أو حياة اجتماعية أو عائلية، ما تترك شيء مهم لليومين المقبلين لأنهم صفر، صفر فلكيا. اليوم نهار ها نوعا ما بيلبيك، خاصة إذا حطيت إيدك بإيد الآخرين، والأقل حظا 12-13 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. بكرة أريح، صار لك يومين متضايق، صار لك يومين حاسس أنه تقل الدنيا كلها، أنت حامل يمكن هموم الناس كلها، معك حق، لكن هيدي مسؤولية بدك تتحملها، ما فيك تهملها اليوم، ما فيك تتجاهلها، وإلا بتسود وجهك وسمعتك. نهار يمكن يحمل لك في المقابل ترقية، في يحمل لك خبر حلو، في يحمل لك تكريم، في يحمل لك يمكن حتى مكافأة. اليوم نهار متعب، معك حق، لكن التقصير ممنوع، خاصة إذا كنت من مواليد شهر كانون الأول ديسمبر. منكمل مع برج الدلو. نكمل مع برج الجدي. بالنسبة لمواليد برج الجدي بعتبر هيدا نهار رائع، هيدا نهار بخمس نجوم، هيدا نهار بكفيك جدا جدا جدا. أصلا تقريبا كل شهر أيار مايو رائع، نعمل زوم أكتر بيطلع لك هيدا نهار روعة، نهار استثنائي. حاول مولود برج الجدي تصيب الهدف، لازم يكون في شيء هدف واضح قدامك، هيدا نهار مسهل جدا، ووك ان، يعني من دون اي مجهود تقدر تحقق النجوميه. الاكثر حظا هو مولود 9 10 11 و12 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بكره افضل بكثير، اليوم بعدك عم بتجاهد، بعدك عم بتواجه افكار واراء مختلفه منا من آرائك، وعم تضطر انه تساير وتجاملها وتمشي الحال. بكره وبعد بكره افضل، لكن اليوم ما لازم ترتكب خطا لانه خطاك اليوم بيكون صعب. انتبه على ملفات واوراق استشفائيه ومصرفيه، وبعتبر المولود الاكثر تعبا 8 9 10 11 شباط فبراير. اخر الابراج برج الحوت. مولود برج الحوت، ما مشكله بكلمه منك اليوم، بموقف أو حتى بتصريح أو يمكن حتى بحركة من وجهك، معقول اليوم تنزعها.
الأجواء اليوم فيها تحمل شوية عدائية، فيها تحمل شوية انزعاج، الناس تنزعج منك ويمكن أنت تنزعج منهم، فطول بالك وما تنزع، خلي هالنهار يمرق بسهولة وأيضا بإيجابية، خاصة إذا كنت من مواليد 26-27 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بانتظارك سنة كتير حلوة، يمكن أكتر شيء حلو بهيدي السنة هو الإيجابية والسهولة اللي بتحقق فيها أهدافك. هنالك تطور وتقدم على الصعيد العاطفي، على الصعيد الترفيهي، على الصعيد الإبداعي أيضا. أيار مايو، أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. مرسي لك كارمن. ما تنسوا تبعتوا لي شو هي غنيتكم المفضله يلي بتحبوا تسمعوها واللي هي بتخليكم تشعروا بالسعاده. رح ناخذ بريك صغير ونرجع نتابع.